عندنا بقى كلام كتير عايزين ندردش معاك فيه، نبتدي فين؟ افريقيا ولا نبتدي اوروبيا وزي ما تحب؟ بص، ما ينفعش نبتدي غير لما نبارك الاول طبعا للنادي الاهلي على كاس السوبر، أكيد. طبعا كره القدم، ونبارك ايضا للنادي الاهلي على كاس السوبر الافريقي في كره يبقى اليد. نبتدي افريقيا والنبي ما هيرجع. عارف انت اللي هو ان الاهلي كل يوم بيمسي على جماهيره او بيصبح على صحيح. جماهيره ببطوله، اعتقد الموضوع فارق بشكل طبعا كبير جدا انك انت تاخد السوبر بالاداء اللي احنا شفناه برغم ضغط المباريات الكبير جدا. يعني هوند الاهلي تقريبا كل 3 4 ايام بيلعب مباراه صحيح. وبيشارك من بطوله، بيخش في بطوله تانيه مختلفه طبعا تماما، بيطلع طبعا من افريقيا بيخش في سوبر محلي، بيطلع صحيح. من احنا سوبر محلي بنتوه بيرجع والله دوري. وعملتوه وراه والله، تخيلي يعني قدره قدر صعب بس قدر يشرف هو في ده الاول قدر وفي النادي الاخر. الاهلي، قدر النادي الاهلي انك بتطلع من بطوله بتخش في بطوله بالظبط، تانيه تماما، بترجع للدوري المحلي، بتخش في كاس وبتفوز. مصر. انت مش بتشارك بس في معظم البطولات اللي انت بتشارك فيها، انت بتفوز، والكلام صحيح. ده بلغه الارقام مش كلام احنا بنطلع نقوله يعني لا نضحك فيه على طبعا، لا نفسنا. لا لا بالظبط، طبعا. بصي خليني اقول لك بس حاجه مهمه جدا ومعلومه مهمه جدا، احنا في شهر 5 النادي الاهلي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا كريم هو اكتر نادي تتويجا بالبطولات على مستوى العالم في خلال بس النص الاول من 2023. الحاجات دي بتتنظر، تخيل. ما تفتحش في الحته دي. تخيل انت لما تفتح كده على السوشيال ميديا، اول ما تفتح وتلاقي النادي الاهلي صاحب اكبر بطولات ما على شاء الله مستوى العالم في النصف الاول من 2023، اعتقد ده موضوع، يعني موضوع مهم جدا طبعا طبعا. انك انت بتبتدي كمان السنه ولسه عندك 6 شهور كمان في السنه ان شاء الله باذن الله تاكل فيها الاخضر واليابس زي ما ان احنا شاء بنقول الله كده باذن ان شاء الله، الله. جميع البطولات اللي بتشارك فيها سواء بطولات في العاب الصالات او حتى ما هو في عندك كره اهو كاس اهو القدم. مش هروح شايفه بعيد يعني، ليه؟ حتى هروح بص بعيد ليه؟ اهو اهو. طبعا صحيح احنا قدامنا نموذج، يعني طبعا. الحقيقه خليني اقول لك يا كريم ان ديفيد ديفيز، تخيل انت سنه اولى مع النادي الاهلي محقق 3 ألقاب لحد دلوقتي، دوري وكاس وسوبر افريقي ومتاهل لكاس العالم للانديه، الانديه هو ده طبعا النادي الاهلي، هو ده صحيح. النادي الاهلي. اي حد مجرد حتى لو بيمر من امام نادي الاهلي فرع الجزيره او اي فرع من فروع النادي الاهلي، اعتقد هو ممكن ياخد بطوله مجرد بس مروره ان من قدام النادي الاهلي. فما بالك تخيل انت بان يبقى فيه كاس بحجم السوبر الافريقي امامنا، وتخيل انت ما احلاه كمان ان هو جاي من منافس التقليدي بتاعك نادي طبعا الزمالك، طبعا فاعتقد الموضوع بيكون كمان ليه طعم مختلف. اكيد انا بتفق معاك.